الممشى وحضرنا، بالاضافه الى الكوكتيل المتنوع اللي محضر هنا لنهار اليوم. بعدها نعود نولي لكم. رضا الصغير راك حاضر معنا في ليالي الكازيس صيف 2018، هذه الحفلات اللي نظمها اليوم الوطني للثقافة والإعلام، رحبوا بك. مرحبا الأخت، ونشكركم على هذه المبادرة، ونشكر قناة الشروق وعلى المجهود اللي تقوم به، والديوان الوطني للثقافة والإعلام ثاني نشكرهم على المجهودات اللي راهم يقوموا بها. اليوم شفنا على المسرح راح يكون الشاب رضا ورضا صغير، رضا في طابع الراي ورضا صغير في الطابع الشاوي الصيفي، احكي لي باختصار على رضا. رضا صغير فنان شاوي من مدينة قيس ولاية غنشلة، نأدي الأغنية طابع الشاوي الصيفي. عندي 17 في السوق، والثامن إن شاء الله راح يكون سبتمبر هذا إن شاء الله، عنده في الروتوشات الأخيرة. فيه يتكون من 8 أغاني من كلماتي وألحاني، وتوزيع صالح برغوث. كلمة لجمهورك اللي يحب رضا صغير وما قدرش يحضر معنا اليوم في الكازيف، وحنا أكيد راح نقولوا له الحفلة كاملة لرضا صغير، لكن ربما يشاهدوا فينا، كلمة من عندك للجمهور. والله جمهوري نشكره بزاف بزاف اللي راهم مدعمني، ونتمنى إن شاء الله الليلة الباساج اللي راح نديروهم يعجبهم إن شاء الله ويمتحهم إن شاء الله، إن شاء الله يكونوا في المستوى إن شاء الله. شكرا وشكرا لقناة الشروق. Aïe tout le monde, l'ambiance, aïe. Aïe tout le monde, y'a là. اي دمي دمي اي دمي يا
والفوشيار اجول يعاودي والفوشيار اجول يعاودي والفوشيار يا الحاق على بنات عروشيار هي دمي دمي هي دمي هي دمي دمي هي دمي هي دمي دمي الشاوية هي دمي دمي هي دمي سمعت والو ما سمعت والو يا وقالت نا 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 لا 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 اي قلبي الله ابيض اي معي تلمون هذي تعرفوها كذا صوب راش راش معايا صوب راش راش ما سمعت والو ما سمعت والو تلمون معايا صوب راش راش من بعد سحبة خويا ماشاش ساكن عالنبا ساكن عالنبا يا هلالي لالي يوم لالي ولا هالي لالي يا قالوا شاوية يا قالوا شاوية
محبوبي غابر عيت ملاوية يا لومي ما يا لما عيت ملاوية
كمين من فوق من هي من هي من هي هيا معايا عليكم. هذه في خاطركم كامل، واعطونا شي لومبيونس من هنا، ما كان والو فوق، اعطونا لومبيونس من هنا.
شوية وشوية البارود فوشي ها. الاسوي ده ما قروني بالحيقة معي معي الاسوي ده ما قروني بالحيقة الاسوي ده ما قروني الاسوي ده ما قروني ومن عندي لحد يلوموني عمره له يضرب دليلا ماليش دليل وليه بعد تلخفيف طويلة شفنا ذا لابس ومهل مع الراس وكبسة والخرص يبكس المسايس في زند حاسسة يا بنت بلادي من ولي كلا طلبوني خويا الاسود مقروني بالحيقه الاسود مقروني الاسود مقروني وما عيني العيد يلوموني مقروني فارس ومعمر ومشرشي خالص والخرصي بكس المسايس في زند تحسس يا بنت بلادي من ولي كلا طلبوني يلا سلمون هيا كم عسوني مني اوه ها لا لا الحنانة اللي سري ودان شما يهنانة شما قلان اي ما الحنانة اللي سري ودان شما يهنانة شما قلان هو دي للشوية هو دي تبعي خلقانة عندك لا تغري بيا وانا خوهيك عمار نسمو فريق ورا نسمو فريق هيا سمو جل يلا ورا الناس مفاري هيا معايا الناس مفاري قولي علق في اللامة هيا اللي سني ودانا احنا ما وشلنا هنامة احنا يدري ضوان قولي علق في اللامة هيا اللي سني ودانا احنا ما وشلنا هنامة هيا معايا سري ودار سمى يهنانا سمى قلان
هنانا هاي شمك قلان. مرسي عليكم ويعطيكم الصحة. نشكر قناة الشروق ونشكر الديوان الوطني للثقافة والإعلام على المجهودات اللي قاموا بها ويعطيكم الصحة مطروشة إن شاء الله. كنتوا شاهد